المناسبة هذه اللي تحتي لي باش اللي براء ديالي في الجامعة العام الحالي اللي كان حقيقة في المستوى نظرا بزاف ديال العوامل، لان ما يمكنش تبقى المغرب الفاسي في واحد الفراغ، وهاد الناس هادو يعني بعض المنخرطين مرتأوا انه يكونوا هاد اللجنة المؤقتة في انتظار تلقى واحد الرئيس باش يسير الفرقة ويدير المكتب ديالو ويزيد بهاد الركب هذا ديال المغرب الفاسي اللي كنتمناو له دائما يكون في المستوى، لان ماشي فرقه صغيره هذه باش نبقاو نتهربوا منها. خص الناس ديال فاس يتحملوا المسؤوليه ويكونوا قد هذه المدينه هذه، لان هذا الفريق كبير وخصو يبقى دائما كبير، وهذا الشيء اللي كنتمناو حنا كلاعب قدام ومنخرطين كنجريو ان شاء الله باش الامور تدوز على احسن ما يكون وتولى الفرقة الأمجد ديالها إن شاء الله وتلعب على الألقاب، وما هذا بغريب على هذه المدينة هذه. وكنتمنى للجمهور باش يساند الفرقة باش إن شاء الله تكون في المستوى الكبير. هذا الشيء اللي عندي ما نقول لك أختي بوسيم. وكنظن هذه القضية هذه غادي نهضر معك بصراحة، لأن هذه العائلة هذه تجمعي، لأن هذه 60 عام وهي كنساند المغرب الفاسي، وحنا كقدماء لاعبين الأب الروحي ديال هذا الفريق هو السي الحاج أحمد الجامعي، يعني كيثق فينا وبغانا نكونوا دائما قرب لهذه الفرقة، وحنا كأننا كنمثلوه وكنمثلوه اللعابة القدام وكنمثلوه حتى الجمهور اللي عندنا معاه علاقة. وحنا كنا كنجريو على قضية وحدة، هي أن المغرب الفاسي تكون في المستوى في المستقبل القريب إن شاء الله. برنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.